كنا خدامين ما علينا ما بينا، حتى شفنا الجوقة ولا بيلانس وبومبية، جينا لقيناهم تقريبا شي نص ساعة هما كيضربوا مع الريدو بعد حلوه. بداو هنا تنقزات لينا العمارة الأخرى، ما جاو البومبية نيت العمارة الأخرى حتى ساعد المكنة الجيرة اللي كيطفي بالتيبوات. عاد بعد جابوا شي تيبوات راه كيطفيو، مازال ما طفاتش. ما عرفتش المشكل من ما عرفناش، باش الريدو مسدود. ما سي فيرمي صافي ديزاني هو مسدود. ما عرفناش شنو كاين فيه، ودابا عنده واحد لاكور كدي تال داخل المول اللي ملاصق معنا حنا. راه تنشوفوا الدخان، شت الدخان كيخرج، عاد عيطت له حيت كيخلص لي يعني هذاك المكازا كنطلع عليه. فهمتي؟ عيطت له كي جا العافية في المكازا. جاو لي بومبيا كيضربوا عيا وما يضربوا مع الريدو تاع حنو ديال التجميد. هادشي ديال الروايح والمكياج و ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.